تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. وك وك على شوها سجود أزكى دراسات درها والأضرفة حليتوها والميزانية كليتوها والطريق خبرتوها أضرفة حليتوها والأضرفة حليتوها والطريق على شوها وك وك على شوها وك وك على شوها وك وك على شوها دراسات درناها دراسات درناها والأضرفة حليتوها والأضرفة جو غاسا جو دازكا أغارس ولا بدا جو غاسا جو دازكا جو غاسا جو دازكا جو غاسا جو دازكا وطريق 1926 التي نخرج اليوم دفاعا عنها تعتبر من بين المقاطع الطرقية الهامة بجماعة تسرية أفلاغير والمدرجة ضمن هذه الاتفاقية والذي كان من المقرر أن يتم إنجازه خلال سنتي 2015-2019 إلا أنه ورغم مساهمة جمعيات من المجتمع المدني المحلي ومجلس جماعة التسرير في تمويل الدراسات ورغم فتح الأضرفة وتسليم الصفقات منذ سنة 2019 فلا زالت الطريق في عالم الغيب منذ توقيع الاتفاقية إلى اليوم برئيس أيتنادي استماع ساكنات وسكان أفلاغير وتسريرت وأيت بنوح وإيسي وأيت منصور وتفراوت وأمن وتيزنيت فاش كنقول إيكنان راه فيها أفلاغير نشوف دواوير وتمقييت وتقموت وإذا وتميم ووكليد إلى آخره ولما دا شير كثيرة وكثيرة جدا وقرد منال تمقييت الى اخره المهم انا علاش ذكرت فراوت وتيزنيت وهذه المناطق لان كلهم متواجدين معنا ومضامنين معنا حنا هاد الوقفه اللي دايرين وقفه سلميه وانقلابيه وحضاريه وتدخل في نطاق ما خوله لنا الدستور اي كنطالبوا بالحقوق ديالنا راه من حق الحقوق ناتينا بالجدود ديالنا واحد من الاعيان ديال المنطقه الحاج علي الباس اللي كيحضر معنا وما كتش يجي وجا يحضر معنا تحيه لهاد المنبر هذا وكنقدموا الكلمه للمهندس ديالنا السي